كما وصدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 49 لسنة 2018 بنقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية. جاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى ينقل التالي أسماءهم من وزارة المملكة إلى وزارة المالية لشغل وظيفة مدير الموارد المالية التابعة للوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة: عبد الله أحمد، عبد الله بوجحوس، موسى يوسف يعقوب السيد، سهير يوسف حسن يوسف ساتر، محمد أحمد جاسم محمد العطاوي، مصطفى محمد مصطفى المرباطي. المادة الثانية: ينقل جميع رؤساء أقسام الموارد المالية في وزارات المملكة إلى وزارة المالية. المادة الثالثة: يتولى وزير المالية ندب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم ورؤساء الأقسام المعنيين بشؤون الموارد المالية ليتولى كل منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة أو قسم الموارد المالية في أي من وزارات المملكة.